السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا اليوم هي طريقة تحضير خبز التورتيلا واللي حضرت به التاكوس. نخليكم مع المقادير. عندنا هنا 4 كؤوس من الدقيق، عندنا 1/2 كاس ديال زيت نباتية، ملحة، كيس خميرة، و2 معالق ديال ياغورت طبيعي، وماء دافئ باش نعجنو بيه العجين ديالنا. اذا نبداو على بركة الله. كناخدو القصرية وكنوضعو فيها الطحين، 4 كؤوس ديال الدقيق اللي ضلنا، ثم كنضيف باقي المكونات اللي هي الملحه والزيت والخميره والياغورت. ثم كنبداو نجمعو في العجين ديالنا غير برؤوس الاصابع، حتى ندخلو هاد الزيت هذا كامل في الدقيق ونخلطو جميع المكونات. من بعد كنبقاو نضيفو الماء تدريجيا، والما يكون دافئ، ما يكون سخن بزاف وما يكونش بارد. وحنا كنعجنو تنحصلو على عجين طري ولين، وهذا هو القوام ديال العجين اللي كنحصلو عليه. من بعد ما تلكنا العجين ديالنا مزيان، كنحاولو نشكلو كويرات صغار على هذا الشكل هذا، ونوضعهم في إناء اللي رشيناه دقيق. ومن بعد ما كملنا الكويرات ديالنا كنخليوهم يرتاحوا مزيان، فقد ما ارتاح العجين قد ما كتعطينا الطوع وكتطلق معانا مزيان. وهنا كناخدو دقيق النشا وكناخدو الكويرات ديالنا وكنحاولو نبسطوهم بيدينا شوية، وكنا كنرشو بدقيق النشا تنكملو جميع الكوارث اللي عندنا على هذا الشكل هذا. وحنا دائما كنرشو النشا. فالنشا كتساعدنا باش نورقو العجين ديالنا مزيان وتجي العجينة ديالنا رقيقة مزيان وما كتلتصقش نهائيا. اذا كناخذ الكره الاولى اللي لبستنا كنحاولوا هكايا نديكوها مزيان بالمدلك، نزرحوها مزيان على هذا الشكل هذا، وكنوضعوا وحده فوق وحده وحنا كنرشوا الدقيق. بهالطريقه هذه كيجينا ساهل ان نكمل الكميه كامله اللي عندنا، وفي نفس الوقت ما كيلتصقوش لنا نهائيا، لان النشا ما كتخليش نهائيا العجينه انها تلتصق. وكما قلت لكم كنكمل الكمية ديالنا او الكمية العجين اللي عندنا كلها بكل سهولة. فكما كتلاحظوا كناخدو المدلك كنحاولو نبسطوها مزيان وعلى حسب الرق اللي بغينا ديال العجين باش تجينا مرقة مزيان على هالطريقة هذه. من بعد كنحاولو أننا نفقو هاد العجينة ديالنا من بعد ما كملنا، هانتوما راه كيجي ساهل وكتفرق لنا الوقت بكل بساطة على هاد الشكل هذا. هانتوما هادي العجينة الأولى، ثم هادي التانية، العجينة مكتلتصقش نهائيا يعني بكل بساطة كيتحل. ثم بعد ما كنكملو الكمية كاملة اللي عندنا كنبداو نطيبو في العجين ديالنا على هذا الشكل هذا، فما كنخلوش نهائيا تتحمر او تخرج دوك البواقات ديالو. صافي كنقلبو الورقه غير على هذا الشكل هذا، وكتكون النار متوسطه ما تكونش مجهده بزاف. وحنا دائما كنقلبو في العجين ديالنا باش ما تقصحش من العجينه، لان الا قصح من العجينه عادي تقطع وما عادش تجينا زوينه في الطي.
ملي نبغي نطويوها ونعمروها بحشوة ديالنا ما عادش تساعدنا نهائيا، فالأفضل ما نطيبوهاش مزيان فتبان هكا بويقة طلعو صافي، ونقلبو الوقة ديالنا على هاد الشكل هذا، وكنستمرو حنا كنقلبو فيها تطيب لنا الوقة ديالنا مزيان. وكنستمرو حتى نكملو جميع الكمية اللي عندنا. مرة تحضر الحشو ديالنا في مقلاة، كنوضعو معلقة كبيرة ديال زيت الزيتون، صدر الدجاج مقطع قطع صغيرة، بصلة مشلولة، ملح حسب الذوق، ياكل طبيعي 30 ألف كبر. ملعقة كبيرة من الصلصة الجزائرية، ملعقة كبيرة من صوص الطماطم أو كاتشب ونتوفر عندنا، ثلاث ملعقة ديال الإبزار، ثوم، نخلط المكونات ديالنا جيدا على نار متوسطة، كنستمر في التحريك، هنا من بعد ما حضرنا الحشو ديالنا الفريت، فرمش محكوك، صوص، كناخدو خبيزات التورتيلا وكنعمروهم مزيان وكنوضعوهم في الآلة البانيني أو في مقلات وكنقدموهم بالصحة والراحة. وهكا كنكون حضرنا لاطفالنا طاقوس منزلي رائع، كيجي المذاق ديالو بنين وسهل في التحضير. شكرا على متابعة الفيديو، والى فيديو قادم ان شاء الله، تحياتي. في